يعد الكوارترز من الخامات المهمة التي تتميز بالعديد من الصفات. هو مضاد للبكتيريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أنه أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه، لذلك تستخدمه المستشفيات وغرف الرعاية المركزة. وبتوجيهات من القيادة السياسية تم العمل على تصنيع الكوارترز في مصر بدلا من تصديره كمادة خام حفاظا على القيمة المضافة له، لأن الكوارترز المصري يفوق نسبة نقائه 99%، لذلك يدخل في العديد من الصناعات العالمية، منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية. من هنا جاء حرص القيادة السياسية على توطين هذه الصناعة في مصر، كون ذلك من ضمن الأهداف التي كلفت بها الشركة المصرية للتعدين كأحد المشروعات التنموية والقومية الكبرى. لكن بالنسبة لمشروع افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارترز، صدرت توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية ومنها خام الكوارترز، حيث تم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارترز، والذي يعد المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والإفريقية، ويعتبر نموذجا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها، بدءا من استخراج خام الكوارترز وتسكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة، وإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارترز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى. هذا المشروع الهام يهدف لاستغلال الخامات الطبيعية المتوفرة بجمهورية مصر العربية، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارترز وزيادة الدخل القومي وتلبية احتياجات السوق بما يوفر العملة الصعبة ويحقق احتياجات السوق المحلي من ألواح الكوارترز اللازمة لاستخدامها في مختلف الصناعات والاستخدامات. ومزيد من المتابعة والتفصيل وقراءة أكثر في افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع إنتاج الكوارترز بالعين السخنة بمحافظة السويس، انضم لنا عبر الهاتف الدكتور علاء سرحان وكيل كلية البيئة بجامعة عين شمس. دكتور علاء، بعد التحية، يعني في البداية دعنا نفصل أكثر لمشاهدينا أهمية ما هو الكوارترز وأهمية إنتاجه في مصر بجميع مراحله. صباح الخير يا فندم على سيادتك وعلى السادة المشاهدين. هو الحقيقة موضوع الكوارتز هي مدخل من مدخلات، مدخل هام جدا من المدخلات اللي بتخش في إنتاج العديد من السلع. هي تعتبر من الموارد الاقتصادية الهامة التي تستخدم في صناعات كثيرة جدا. فإحنا حتى نتناول بعد إذن حضرتك الموضوع من جانبين مهمين جدا. فضل. الجانب الاول هو الجانب الاقتصادي، زي ما حضرتك تفضلت والتقرير برضو، ان الكوارتز تعتبر عنصر هام جدا كمورد اقتصادي، لانه بيخش في صناعات كثيره، وبالتالي بنعمل ما يعرف في احلال الواردات او import substitution policy، سياسه احلال الواردات. نحن لما بنيجي نقول تعميق التصنيع المحلي واحلال الواردات، ومهم جدا يكون عندنا الموارد الخام او الماده الخام او الموارد الطبيعيه التي يمكن ان هي يتم تصنيعها بحيث ان هي تكون مدخل خام. هي طبعا مورد طبيعي موجود عندنا، واحنا بناخده بنحوله الى الكورس عن طريق عمليه صناعيه تحويليه. وهنا بناخدها من المنظور الاقتصادي، ان ازاي حضرتك زي ما قلت تفضلت، ان من الممكن
ان يكون عندنا يعني نصنع منتجات، هذه المنتجات يا اما انها بتلبي السوق المحليه وبالتالي يعني يتم احلالها محل الواردات، فدي طبعا بتقلل الاستيراد وعجز الميزان التجاري والعمله الاجنبيه الى اخره. نمره اثنين هي بتشغل ناس، ودي طبعا فيها مسائل يعني فرص عمل وخلق فرص عمل. الثالثه هي ان الفرص اللي موجوده ان احنا نصدر هذه المنتجات اللي مبنيه على صناعه الكورس الى الخارج، تجيب لنا عمله اجنبيه الى اخره. فهناك كيف يمكن ان نحول التحديات الى فرص؟ التحديات ان احنا ما كناش بننتج هذه الماده عندنا في مصر وحولناها الى فرصه حقيقيه تحقق لنا الاستغلال الامثل لمواردنا الطبيعيه وتدينا فرص توظيف وفرص توفير عمله اجنبيه، بل بالعكس احنا بنقول كمان ايه اللي هي الصناعات المغذيه اللي ممكن تخش بيسموها الفورورد لينكجز، يعني الروابط الاماميه، ان هذه الصناعه لها روابط اماميه فهي بتبقى مدخل لصناعات اخرى بتساعد على الصدر. ده الجانب ده بيدخلنا سيادتك للجانب الثاني الا وهو التنميه المستدامه. يعني الدوله انتهجت منهج وسياسه التنميه المستدامه وهي بتقول ان كيف يمكن الاستخدام الامثل لموردنا الطبيعيه والثروه الطبيعيه اللي موجوده اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها على ارض مصرنا الحبيبه، ازاي نحولها الى هذا الموارد الطبيعيه الى مورد اقتصادي لانه له قيمه اقتصاديه، بنحط عليها قيمه مضافه، قيمه اقتصاديه ان احنا بنصنعها، بناخد الماده الخام بنصنعها نطلع منها كورس عشان خاطر تدخل في صناعات اخرى. كل الكلام ده حضرتك هي من ضمن منظومه ورؤيه مصر في تحقيق التنميه المستدامه، ودي لان بنشغل ناس نعمل استغلال امثل لمواردنا الطبيعيه، وايضا ازاي ان احنا يكون لها البوتنشال او الاحتماليه ان احنا في المستقبل هذه الصناعه ستكون مستدامه، لان هيكون عليها مبني عليها صناعات اخرى مهمه جدا بالنسبه للاقتصاد المصري. ده من ناحيه. الناحيه الثانيه بقى اللي احنا كناحيه بيئيه، ما ده النقطه اللي كنت عايز اكلم سيادتك فيها دكتور في مجال تخصص سيادتك. يعني هذا المجمع الصناعي حينما تم بناؤه رعي فيه الشروط البيئية المختلفة والجزء الحديث فيما يتعامل مع هذا الأمر من إعادة تدوير المياه، استخدام الكهرباء والغاز الطبيعي في أحد المجمعات الصناعية، ومن ثم كيف تنظر إلى الظروف أو الشروط الاشتراطات البيئية التي تم استخدامها في المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز؟ طيب حضرتك لمست نقطة مهمة جدا يا فندم، ألا وهي إن 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 الصناعات أو المجمع الصناعي اللي تم إقامته أنه بيراعي جميع الشروط والاشتراطات البيئية التي تضمن استدامة الموارد والأنشطة. بمعنى إيه حضرتك؟ إن إحنا علشان نضمن إن هذا النشاط الصناعي يكون له قدرة على الاستدامة الاقتصادية والاستدامة البيئية والاستدامة النشاطية، يعني عايزين نضمن ان هذا النشاط يفضل شغال. طيب نضمن ازاي؟ ان احنا ما بنيجي نقيم هذا النشاط في الاول ونبني هذه الصناعة على ارض مصر لازم يكون هناك تراعي وتلتزم باشتراطات بيئية معينة. هذه الاشتراطات معناها زي ما حضرتك تفضل معالجة مياه الصرف الصناعي، ان احنا المخلفات نقدر ان احنا ناخدها ونشغلها او ندرها او كيفية تقليلها أو كيفية إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها أو أنها تدخل مرة أخرى في صناعات أخرى. هذا ما يطلق عليه الاقتصاد الدائري، وأعتقد أن هذا المجمع الصناعي الكبير قد راعى أن يكون هناك صناعات أخرى تقام على المخلفات وأيضا على ما يصدر من عمليات التصنيع من هالك وتالف ومخلفات، أن احنا إزاي مرة أخرى نعيد تصنيعها في العملية الإنتاجية أو يخرج منها منتجات أخرى مثيلة، أو في نفس الوقت إن احنا نعيد تدوير المخلفات بتاعتنا مرة أخرى. هذه هي المنظومة المتكاملة للاقتصاد الدائري الذي يعني يعتبر جزء وركيزة أساسية لتحقيق الاقتصاد أو للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر. يعني بنقول إن هذا المجمع الصناعي هو نموذج عملي على إن الدولة بتنتهج قضية الاقتصاد الدائري للاستفادة وتعظيم الاستخدامات للموارد الاقتصادية اللي عندنا بأقصى قدر ممكن مع مراعاة الشروط البيئية بما لا يلوث ولا يهدر الموارد الطبيعية اللي عندنا، ويكون فيها استدامة في الفكر وفي النشاط
والتكنولوجي والى اخره، عشان خاطر في النهايه حضرتك نعظم الاستفاده من المخلفات، ناخدها تاني نشغلها، نعملها اعاده تدوير، اعاده استخدام، تخش عمليه تصنيع مره اخرى. كل ده حضرتك منظومه متكامله وبنشوفها كنموذج عملي على الارض لما يقصد بمفهوم الاقتصاد الدائري الذي هو جزء من منظومه الاقتصاد الاخضر اللي الدوله فعلا ماشيه بخطوات جاده فيه. فده انا مبسوط جدا الحمد لله ان هناك نماذج فعليه على الارض. الكلام النظري اللي احنا بنقوله في الجامعات وبندرسه نقدر ان احنا نوريه لابنائنا الباحثين اللي عايزين فعلا يعرفوا كيفيه ربط الكلام النظري بواقع عملي، ان في عندنا الحمد لله مشروعات عملاقه، هذه المشروعات بتطبق الكلام اللي احنا بنقوله. هي نقطة هامة للغاية ان احنا نطبق ما كان في الكتب وفي الابحاث التي كانت في الادراج ان تخرج الى النور ويتم تطبيقها على الارض. واعتقد ان هو هذا الامر يعكس توجه الدولة المصرية ككل في التعامل بالتخطيط العلمي والجيد مع اي من المشروعات التي يتم افتتاحها. دكتور، يعني نتوقف امام نقطة هامة للغاية يعكسها افتتاح المجمع الصناعي لانتاج الكوارترز بالعين السخنة، وهو أن نحن أمام قطاع هام هو قطاع التعدين في مصر. كيف ترى يعني التوجيهات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط منذ 3 سنوات لتعظيم الاستفادة والقيمة المضافة في هذا القطاع الهام، وتم ترجمة هذه التوجيهات إلى افتتاح مصنع الكوارتز، وكما كنا نتابع مصانع أخرى في أمور أخرى تعدينية أيضا في مصر، الرمال السوداء وما إلى ذلك. كيف تنظر إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والخيرات التي تتمتع بها مصر فيما يتعلق بقطاع التعدين؟ طيب يا فندم، حضرتك لمست نقطة هامة جدا. الدول الآن في الفكر الحديث وفي تطور الفكر الاقتصادي أصبح بتقاس يعني التقدم الدول، وأصبح بتقاس مدى ثراء الدول عن طريق ما يطلق عليه رأس المال الطبيعي. رأس المال الطبيعي زي ما حضرتك تفضلت هو المعادن الموجودة والموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الموجودة، هي دي ثروة الأمم. الثروة الحقيقية للأمم هي إزاي كيفية تعظيم أو تعظيم الاستفادة المقننة، وطبعا نحط خطوط تحت المقننة لأن احنا الهدف ليس تعظيم وعلى حساب تدهور الجودة بتاع البيئية اللي موجودة في الموارد الطبيعية واحنا بنعمل تعدين نلوث أو نعمل كده، لا احنا بنتكلم على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية. على فكرة يا فندم، هو الموارد الطبيعية في العالم كله بنسميها نطلق عليها الموارد الاقتصادية، يعني الموارد الطبيعية لها قيمة اقتصادية، وهذه القيمة الاقتصادية هي جزء من الأداء الاقتصادي للدولة إذا ما أحسننا استخدامها واستغلالها بشكل صحيح، يراعي الاعتبارات البيئية ويراعي حقوق الأجيال القادمة في الاستمتاع بهذه الموارد الطبيعية. فحضرتك إحنا النهاردة سياسة الدولة وطبعا القيادة السياسية أن كيف يمكن أن كل ما حبان الله سبحانه وتعالى من موارد طبيعية على أرض مصر أن نستغلها اقتصاديا وفعلا يعني بحق أن احنا نسميها موارد اقتصادية، لأن احنا بنتم تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى موارد اقتصادية يمكن استخدامها واستغلالها بما يحقق أن رفع جودة الحياة للمواطن في الجيل الحالي، ومش كده وبس، وللأجيال القادمة عشان نضمن أن هم مش هتقل درجة استمتاعهم وإشباعهم لاحتياجاتهم الأساسية عننا، بل بالعكس حضرتك احنا نحب اولادنا واحفادنا من بعدنا يكونوا احسن مننا. فهذا هو الفكر الدولة. تطور الحقيقه فكر الدولة في السنوات القليله الماضيه اللي اصبح دلوقتي نحن نتعامل مع الثروه الطبيعيه على انها موارد اقتصاديه بنستغلها بشكل متكامل بشكل صحيح عشان الاجيال الحاليه والاجيال القادمه تكون جودة حياتهم ونوعية حياتهم مرتفعة عن طريق مش بس بنقدم لهم مجرد حضرتك منتج جديد، لا أبدا، احنا بنقدم لهم فرصة عمل وبنقدم لهم منتج يشبع رغباتهم، نجيب لهم عدم استيراد المادة دي، وأيضا بنحافظ وننمي الموارد الطبيعية ونستغلها استغلال رشيد بما يضمن استدامتها في المستقبل ويضمن حقوق الأجيال القادمة. طيب
يعني دكتور، كيف يمكن أن ننظر إلى خريطة قطاع التعدين في مصر في ضوء التحركات الأخيرة والتي جاءت بتوجيهات بالتأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم هذا القطاع وتعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في مصر؟ أول حقيقة حضرتك طبعا في هناك حسب علمي أطلس أو خريطة طبعا جيولوجية تعدينية موجودة منذ فترة، ولكن ده طبعا معمولة مسح لهذا لثروات مصر المعدنية والثروات الطبيعية الموجودة، طبعا باستخدام الأقمار الصناعية، صور الأقمار الصناعية، مع أيضا المسح الأرضي. الهدف يا فندم إن إحنا بعد ما عرفنا ما لدينا، زي ما حضرتك تفضلت، عرفنا إيه اللي عندنا، قيادة سياسية عايزة طبعا تضمن إن إحنا كيف يمكن وجود استراتيجية مصرية وطنية للتعامل والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية أو الثروات التعدينية اللي موجودة على أرض مصر، طبقا لما لدينا من مسح سواء جوي أو مسح أرضي للكام. فطبعا هناك العديد من المشروعات حسب علمي ومعلوماتي المتواضعة، إن إحنا هناك العديد من المشروعات، يمكن مش كلها قائمة حتى الآن، مش زي المجمع طبعا الخاص بالكوارتز، ولكن هناك العديد من المشروعات التي شفنا طبعا موضوع الرملة السوداء، وشفنا الكثير من المشروعات القائمة والمشروعات المزمع إقامتها، يعني اللي يتم التخطيط لها لاستغلال الأمثل لما لدينا من حصر للثروات الطبيعية. وعلى فكرة احنا مش بنخلق حضرتك فقط مجمع صناعي، احنا بنخلق مجمع متكامل، مجمع صناعي مع مجمع سكني، مع هذه هي الطريقة لخلق يعني نقاط جذب جديدة ناحية الناحية العمرانية والناحية اللي هي بنعمل urban centers أو مناطق حضرية عن طريق وجود مناطق جذب. يعني لما بيجي نعمل مجمع كبير عملاق زي مجمع الكوارت، فاحنا بنقدر ان احنا جنبيه بنقدر ان احنا يكون هناك تنميه للمنطقه، ودي اللي بنخلق فيها مناطق جذب. وشويه يبقى لازم يكون هناك في كل المناطق الجديده التي يتم استثمارها بشكل متكامل ان يكون هناك خدمات مرافقه لهذا المجمع الصناعي، وايضا هناك مصانع. احنا بنتكلم على كيف يمكن ان يكون هذا المجمع بيطبق الابتكار الاخضر، يعني زي ما قلت حضرتك الحاجات اللي بتطلع منه كمخلفات. هل من الممكن ان يكون هناك صناعات اللي هي الصغيره والمتناهيه الصغر حتى يمكن ان هي يقدروا ياخدوا هذه المخلفات ويقدروا ان هم يعملوا منها منتجات اخرى او اعاده استخدامها في انتاج منتجات اخرى، ونعمل مجتمعات صغيره من الوحدات الصغيره ومتناهيه الصغر على هامش هذا المجمع الصناعي الكبير؟ فاحنا من الممكن خلق هذه الفرص بحيث ان احنا يبقى عندنا فعلا زي ما احنا بنقول وبندرسه الاقتصاد الدائري، ان كل ما ينتج وكل ما يستهلك وكل ما يتم اخراجه كمخلفات او نفايات يتم تعظيم الاستفاده منه بقدر الامكان، وتشغيل الناس والشباب عشان خاطر يبقى كله دوار، يعني كل ما ينتج يعاد ويتم تحويله الى مخلف او يتم تحويله الى بعد الاستهلاك، بعد ما ينتفي الغرض من استهلاك المنتج وبيتحول الى نفايه، بنقدر ان احنا في الاخر ناخد هذه النفايات وندخلها يا اما في عمليه التصنيع مره اخرى، يا اما في منتجات اخرى، يا اما بناخدها كماده خام نسترجع بعض المواد الخام منها عشان تخش في صناعات اخرى. فهي منظومه متكامله، الفكر اتغير في مصر الحمد لله، اصبحنا بنستفيد من كل شيء حولنا. وكيف تعظيم الاستفاده من كل شيء حولنا؟ ليه؟ لان حاطين نصب اعيننا الاجيال القادمه، مش بس الجيل الحالي، ولكن احنا الاستثمار استثمار في المستقبل وفي الاجيال القادمه ان شاء الله. طب دكتور، يعني اخيرا هو نقطه ولكن ليست ببعيده عن هذا الامر، وهو يعني كيف يتم النظره الى مصر فيما يتعلق بمراعاه الشروط البيئيه بحذافيرها على المستوى العالمي، وعلى رؤية مصر للتعامل مع الانبعاثات الضارة بالبيئة؟ طيب، هو بداية يا فندم مصر كانت من الدول السباقة في موضوع التعامل مع البيئة
منذ سنوات. يعني الحقيقة مصر كانت من أوائل الدول اللي راحت مؤتمر ستوكهولم للبيئة سنة 72 البيئة البشرية. مصر كانت سباقة في إن هي تروح مؤتمر ريو دي جانيرو، من أوائل الدول في المنطقة عندنا اللي عملت قانون البيئة رقم 4/94 سنة 94. ومش كده وبس، ومصر قدمت العديد من الشخصيات التي قادت العمل البيئي في العالم كله، على سبيل المثال الدكتور مصطفى كمال طلبة رحمة الله عليه، أو يعني كان المايسترو وكان المهندس وراء اتفاقيات المناخ واتفاقيات ريو دي جانيرو سنة 92، وهو كان يرأس برنامج الأمم المتحدة البيئي وهو وزير سابق طبعا مصري، وكثير من الشخصيات، والدكتور محمد العاشي رأس البرنامج مرفق البيئة العالمية، والدكتور اسماعيل سراج الدين أول نائب رئيس للبنك الدولي لموضوع قصة التنمية المستدامة، العديد والعديد من الشخصيات. ده على الجانب الشخصي صحيح. هذا ما قدمته مصر إلى البيئة العالمية. ولكن احنا نقول احنا بقى في مصر عملنا ايه؟ احنا عملنا خطوات كثيره جدا يا فندم. وهناك فرق ما بين الالزام والالتزام، ودي نقطه مهمه جدا. سريعا يا دكتور، تلزم عن طريق القوانين واللوائح والتشريعات والكثير من القرارات الوزاريه والاداريه المنشات الكثيره اللي موجوده الانتاجيه الصناعيه ان هي تلتزم بالمعايير والاشتراطات البيئيه. ولكن هناك جزء اخر هام جدا احنا للاسف بنغفله دايما، يعني نقول ان الدوله هي المسؤوله، ولكن هنا هذه شراكه ما بين الدوله والمواطن، المواطن ده سواء هو يعني بالتاكيد هو ما تؤكد عليه التزامات الدوله في مشروع كبير وهام مثل هذا المشروع الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع مصانع انتاج الكوارتز بالعين السخنه. اشكرك جزيل الشكر دكتور علاء سرحان، وكيل كليه البيئه بجامعه عين شمس.